السلام عليكم احبابي اصحابي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه شط موصل، في قناه الطبخ والحلويات. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم ليا وعلى التشجيعات ديالكم وعلى التعليقات الزوينه ديالكم اللي هي بصراحه تنقراها وكنفرح بزاف، وكنتمنى من الله بان لي فيديو اللي دازو كاملين يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منهم وتكونوا طبقتوهم، واللي ما كانش فهم شي حاجه ولا دازت عليه شي حاجه وما عرفهاش يخلي ليا كومونتير، وان شاء الله هذه نوليو نعاودوا لا فيديو اللي ما تفهمش ولا لا غوسيت اللي ما فهمتهاش نوليو نعاودوها ان شاء الله. باش ما نطولش عليكم حبابي بزاف، اليوم ان شاء الله لا غوسيت ديالنا هي عباره على البسبوسه الشاميه. نصوبوا البسبوسه بطريقه شاميه اللي هي المقادير ديالها بسيطه بزاف، رخيصه بزاف، ومتوفره في جميع المنازل وفي كل دار، واللي هي اي وحده دابا غتقدر ديرها من بعد ما تشاهد هذا الفيديو هذا. نمشيو باش ناخذ المقادير، وقبل ما ناخذ المقادير اللي اول مره يشوف الفيديو ديالي ما ينساش يدير ابوني وما ينساش يضغط على الجرس باش ما تعطلوش بزاف. يلا نمشيو ناخذ المقادير، ليتس جو. ورجعنا لكم مشاهدينا باش ناخذ المقادير ديال البسبوسه. غنحتاجو فيها 250 غرام ديال السميده ما يعادل زلافه ونص، كذلك غنحتاجو فيها 125 غرام ديال الكوك ما يعادل جوج زلايف، وكذلك غنحتاجو 250 غرام ديال سنيده ما يعادل زلافه، وكذلك غنحتاجو فيها 8 ديال البيضات كاملين، نصف لتر ديال الحليب، جوج خمارات، وخماره وحده ديال الفاني. نمشيو دابا باش نشوفو الطريقه ديال التحضير. نبداو على بركه الله الخليط ديالنا. اول حاجه غنحتاجوها غنديرو 8 ديال البيضات كاملين ديالنا هما الاولى، وغادي نضيفو عليهم سنيده نحاولو نخدموهم واحد شويه. ومن بعد ذلك نزيدو عليهم نصف لتر ديال الحليب، نبقاو كنحركو الخليط مزيان حتى نحسو بأن كاع المكونات اندمجات مع بعضياتها. نضيفو دابا الخميرة، دوك جوج خمارات نضيفوهم، ونضيفو معاهم خميرة وحدة ديال الفاني. نبداو كنخلطو مزيان باش تشفى عندنا ديك الخميرة مع هاد المكونات اللي عندنا دابا هنايا، ونبقاو كنستمرو في التحريك بحال ما هكا حتى تنحسو بأن ديك السنيده اللي عندنا بدات كدوب. ودابا نضيفو السميدة على المكونات اللي درنا في الأول، ودابا نضيفو الكوك.
ومن بعد ما كنضيفوا زلافه ثانيه ديال الكوك كيتجمع الخليط ديالنا بحال ما هكا، كنحاولوا نخليوه جاري شويه كيف ما تنعرفوا بان الكوك كيشرب اي حاجه سائله كيشربها. دابا نمشيو ندوزو باش نديروها في لاطا اللي غندخلوها فيها الفران باش تشوفوا الطريقه ديالها كي غتكون دايره. لاطا اللي غندخل فيها البسبوسه ديالي للفران، هذه هي لاطا اللي غادي ندير انايا، وانتم كذلك يمكنكم ديروا لاطا كيف ما كان الحجم ديالها ولا كيف ما كانت القياس ديالها، المهم اللي غتقدر تهز لكم الكميه اللي درتو. يلا نمشيو نشوفوا كي غنديروا قدوها باش ندخلوها للفران. من بعد ما قدينا البسبوسه ديالنا في لاطا هكا، نحاولوا ناخذ واحد السكين باش نفرقوها بحال ما هكا. ودابا البسبوسه ديالنا ها هي دي واجده باش تدخل الفران، غندخلوها للفران نكونوا ديجا سخناه مزيان، ومن بعد فاش ندخلوا البسبوسه ديالنا نخليو العافيه عليه تكون مهيله، ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده، تكون بين وبين، ونخليوه يطيب. الوقت اللي غنديروا البسبوسه ديالنا في الفران طيب، غنقادو السيرو اللي غنسقاو به البسبوسه. احنا نتلاقاو دابا باش نشوفوا السيرو كي غنديروا نقادوه. ورجعنا لكم مشاهدينا باش نقدو السيرو اللي غنسقاو به البسبوسه. السيرو اللي غنسقاو به البسبوسه غنحتاجو فيه 3 ديال الكيسان ديال الماء، غنحتاجو فيه كذلك كاس ونص ديال السنينه. نحاولو نحركوها مزيان ونبقاو كنحركوها حتى كدوب سنيده في داك الماء مزيان، ونخليو السيرو ديالنا يطيب المده ديال 20 دقيقه ونتلاقاو من بعد. ومن بعد ما كطيب البسبوسه ديالنا كناخذوها وكنوليو دوك
تقطعات اللي قطعنا بحال هكا كنوليو نفلحوهم واحد شويه بالموس باش ملي نجيو نسقيوها بالسير نشرب لنا كلها السير. كناخذ واحد شويه ديال الكوك كنديرو عليها من فوق بحال هاد الشكل هذا وهكا كتكون وجدات البسبوسه ديالنا. نتمنى من الله بان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله. وموعدنا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة وما تنساوش تنموت عليكم.